تستمر الأشواط والتحديات والإثارات على أرضية هذا الميدان، وينطلق في هذه اللحظات الشوط الثاني عشر ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. مخصص هذا الشوط للحقائق البكار من المسافة المقررة لهذا السن، فهي 4 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. ننطلق مع الصدارة ونبحر مع المقدمة لكي نعرفكم على الخمس المراكز الأولى الحاضرة والمتقدمة مع هذه الانطلاقة الممتازة وهذا التحدي الممتاز السائر مع انطلاقة الانتاج والمنتجين. الانطلاق الأول والاندفاع الأول، شعار من طفلة ينطلق ويندفع مع الصدارة على ما يبدو لي من واقع الشعار، ينطلق هنا بانطلاقة أو ينطلق شعار الجفالي ليحضر بحضور وانطلاقة فلك محمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي، ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة ثاني المراكز وثاني التحديات على الدخول والتسلل من الجانب الأيمن، لينطلق هنا شعار بشريدة ويقدم لنا هيف سلطان بن هزاع بن حمد أبو شريدة، ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة على الدخول والتسلل والحضور من قبل انطلاقة وتحدي فلك. تنطلق مع محمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي يندفع وينطلق مع انطلاقة فلك الذي تندفع مع الصدارة ومع المقدمة، حصل دخول وتسلل من نوايد لسالم بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي، بينما المركز الثالث أرى الدخول من شعار بن طفلة الذي يحضر بحضور نسيم علي بن حمد بن محمد بن طفلة البري، ينطلق ويندفع مع نسيم، بينما المركز الرابع ورابع التحديات ينطلق شعار بن عايض ليقدم لنا انطلاقة وتحدي الفاترة محمد بن علي بن حمد ألف هيدة المري، يندفع مع المركز الرابع خامس المراكز وخامس التحديات أرى الوصول والغدوم بشعار بن حنظل الذي يندفع باندفاعة وتحدي زاهية، طالب بن حنظل الطلاب ألف هيدي يندفع مع هذه الاندفاعة الممتازة، أرى شعار وانطلاقة وتحدي شعار العطية وشعار الصعاق وأيضا شعار بن مهيرة، ولكن نعود إلى الصدارة وإلى المقدمة لنعود إلى انطلاقة وتحدي نسيم لعلي بن حمد بن محمد بن طفلة المري الذي ينطلق ويندفع مع انطلاقة نسيم الذي تبحر مع الصدارة تبحر مع المقدمة وتنطلق وتنصف المسافة بهذا الاندفاع الممتاز. 2 كيلومترات ذهبت وانقضت، ما تبقى الا 2 كيلومتر حامية على انطلاقة وتحدي الناموس والانتصار، بين المركز الثاني شعار بن محميد يحضر بحضور نوايد سالم بن محمد بن مسلم بن محميد الجربوعي، أرى شعار بن عايض يحضر وينطلق مع انطلاقة الفاترة محمد بن علي بن حمد العايض المري، ينطلق مع المركز الثالث ويحضر بهذا الحضور الكبير لينطلق بهذا الانطلاق الممتاز. هيف بشريدة تتقدم وتنطلق مع الجانب الأيمن، سلطان بن هزاع بن حمد أبو شريدة يقدم لنا هيف مع المركز الثاني وتنتقل بدورها إلى المركز الأول وينطلق أيضا معايض مع الفاترة، بينما المركز الثالث نوايد تتقدم ويقدم لنا نوايد سالم بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي، يندفع مع المركز الثالث رابع المراكز نسيم لعلي بن حمد بن محمد بن طفله المري، يقدم لنا نسيم مع المركز الرابع خامس المراكز وخامس التحديات، أرى الوصول والقدوم من انطلاقة فلك الذي تندفع وأرى الحضور والتسلل والدخول من قبل كرارة حمد بن علي بن سعيد بن مهيره المري، يقدم لنا كرارة مع المركز الخامس. نعود
نعود إلى الزميل، نعود إلى حمد أبو شريد الذي ينطلق ويقدم لنا هيف. هيف تندفع وتنطلق مع الصدارة، ولكن تعود الفاتنة، تعود الفاتنة وتنطلق، تندفع من الجانب الأيمن، تسترجع حقوقها المنهوبة بهذه الانطلاقة الممتازة، ويقدم لنا انطلاقة وتحدي والدفاعة الفاتنة محمد بن علي بن عايض آلف هيدا. بينما المركز الثاني هيف سلطان بن حزاع بن حمد أبو شريدة المرية، بينما المركز الثالث شعار بن محميد أبناء الإمارات، أبناء الإمارات واصلين بن خموشة، بن خموشة واصل ليقدم لنا انطلاقة وتحدية النعيمية مع المركز الخامس سعيد بن مظفر محمد بن خموشة العامرية، ولكن بن عايض، بن عايض مع الصدارة، أبناء الساحة، أبناء الساحة وأبناء الإمارات يندفعون ينطلقون، ولكن بن عايض، بن عايض، بن عايض يحكم القبضة على هذا الشوط، يضرب بيد من حديد، يحضر بحضور الكبار لينطلق مع النقطة الثانية مع انطلاقة الفاترة. سلام لقويبة، سلام، سلام لبن عايض، سلام على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت النعيمية سعيد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري، بينما المركز الثالث أتى الوصول من قبل نوايد سالم بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي، بينما المركز الرابع، المركز الرابع وصلت هيف سلطان بن هزاع بن حمد ابو شريده العذب، المركز الخامس 35 اتى الوصول من جمايل للحميدي بن راشد بن سالم بن لفجح المر